خارجية العراقي بشأن ميناء مبارك هذه المرة مرور الكرام. فالوزير الذي اتهم أكثر من مرة بمجاملة الكويت بما يتعلق بمينائها على حساب العراق دفعت تصريحاته التي أطلقها أمام مجلس الأمن الدولي العديد من النواب إلى المطالبة باستجوابه في البرلمان بعدما وصف المخاوف العراقية من الميناء الكويتي غير حقيقية. علينا كأعضاء مجلس النواب أن نقدم طلبا إلى رئاسة المجلس نطلب من خلال استضافة السيد معالي وزير الخارجية لنقدم لمعاليه بعض الأسئلة منها مثلا هذا التصريح وفي هذا المنبر العالمي على ماذا استند في تصريحه هذا؟ هل هنالك خبراء قد أكدوا له بأن بناء ميناء مبارك سفر لن يؤثر على العراق اقتصاديا وبحريا؟ من صلاحيات مجلس النواب يستطيع أن يستضيفه في بداية الأمر وإذا لم يقتنع بإجابة السيد وزير الخارجية بالإمكان جمع تواقيع وتوجيه أسئلة له واستجوابه في مجلس النواب. لكن البعض الآخر من النواب يعتقد أن اللغط الذي أثير بشأن الميناء تتحمله اللجنة العراقية التي زارت الكويت مؤكدين وجود طلب موقع من أكثر من 100 نائب ينطوي على المطالبة باستضافة اللجنة المعنية للاطلاع على تقريرها إلا أن ذلك لا يعني أيضا إعفاء لزيباري من المسؤولية. اللجنة الفنية طالبنا باستضافتها في داخل مجلس النواب العراقي ولأكثر من مرة وجمعنا تواقيع أكثر من 105 نائب بأنه تكون هناك استضافة اللجنة الفنية للوقوع على التقرير النهائي لأن لا اجتنا نسخة للتقرير النهائي ولا اجت اللجنة الفنية في سبيل أنه تعلمنا ماذا ورد وبنفس الوقت على أي أساس استندوا بأن لا توجد هناك أي مخاوف من إنشاء ميناء مبارك. إذا تبين التقرير خلاف ما نهج إليه السيد زيباري سوف يستجوب في مجلس النواب. أما التحالف الكردستاني الذي ينتمي زيباري له فقد بدأ مطمئنا من عدم إمكانية استجواب وزيره على خلفية التصريح الذي أدلى به بل كان من المؤيدين لرأي الخارجية بأن ميناء مبارك لا يشكل ضررا على العراق. هذه المطالبة لن تتحقق، وزير الخارجية لم يفعل شيئا يستوجب استجوابه، هذا رأي وهذا الرأي قاله بصراحة في استضافته مع وزير النقل، يعني هذا مو رأي جديد بالنسبة لوزير الخارجية. وبحسب مراقبين فإن استضافة زيباري أو استجوابه في مجلس النواب لن يغير من الواقع شيئا معتبرين تصريحه موقف رسمي يمثل الحكومة أمام الكويت وأن أي حديث أو استنكار من مجلس النواب لن يؤخذ به وهو على ما يبدو قد استدركه رئيس المجلس أسامة النجيفي من خلال عدم وضع الكويت في جدول زيارته لبعض الدول الجوار بشأن حل المشاكل العالقة. إدريس جواد، السومرية.